شاور جل بادي سكراب with your shower gel. الكعب الفيل حرامي عند سارة. هو ما سرقوش للناس. جاتوا 60 نيلة وخايب خيبة ونص عنده وكستين وتلاتة وحتة. يس. وما خدوش لنفسه. وكان قصده انه يقولك ايه. يا بيه يا بلاش. او يا. لا بلاش. بلاش يا بيبي 60,000 داهية. محدش بيموت من الجوع ولا من العطش. هاتي الملح من عند العطار الخشن الابيض او الازرق. لازم ما تحطيش ملح طعام مش هيديكي نفس النتيجة. اللزوجة اللي بتطلع من الملح الخشن ده اللي وقفوا قدام ماضي ووريهولي تحفة وريحته تجنن. خدي منه حبة محترمات في كف ايدك كده اهو. تاني ملح خشن من عند اي عطار مضمون حطيه في مطحنة بتاعتك. عند طحنيه نعمي عشان ما تتعوريش. تمام كله تمام. وهاتي قش البيض اللي من قديم الازل. الله على ريحه الملح تحفه جميله ريحته قوي. ملح حلو قوي للجسم يا جماعه. بيشيل الطاقه السلبيه بيشيل من عليكي الحسد الفقر. يا فقر بيشيل من عندك اي حاجه انت مخطيه عليها مش بتاعتك. بيشيل يا امي بيدي طاقه حلوه. وتخرجي من الحمام كده نظيفه نظيفه من كل حاجه. اصلا عندك ضره على ضره. هاتي قش البيت الني الناشف وحطيه في الكبه. اطحنيه مصره انا. يس. وانزلي باربع خمس بيضايات قشر. اربعة خمسة يعني. يا قشر البيض اللي انا اول واحدة طلعته وتعلمته اصلا من الراجل الصيني اللي كان بيعمل لي رجلي وايدي من 5 سنوات. يا بت الورمة اطحني قشر البيض. انا بقلب العفريت اللي حطيته في اول التسجيل عند بطحن قشر البيض. احتمال ان انا اكون عايزه شويه كمان ممكن اخد من الجاهز بالمره. اوريدي مفيش وقت كده بقى الوقت طويل. alright هنزل بشويه كمان يعني بمقام 3 ملاعق قشر بيض بالتقريب 3 سبون 3. اوكي طحن قشر البيض الطحن. ادي الملح وادي قشر البيض. العب يلا. تعالى بقى هنا تاني عند المهزل وهاتي الخطوات اللي جاية معايا. اكليل الجبل الروزمان الناشف بتاعك اطحنيه برضو خليه بودرة. انا عندي شوية مطحونين هستعملهم بس اضربهم ضربة يعني بحطهم كده جاهزين مش هياخد وقت. Here we go. الروزماري. يبقى انت بتغسلي جسمك بملح. بتغسلي جسمك ب
Here we go. ادي الروزماري. شايفه البرطمان اهو امامك، الواناته مع بعضياته. وهاتي شويه رز مزلقط، مش بسمتي، رز. وانزلي على خلطة الفار ايست دي واطحنيها. يا عيني يا ابي على الناس لما تكون حرامية وبكحة ويمسكوها بالسريقة وتقولك محدش سرق منك حاجة، خلطة من 40 سنة. يا ام البجاح، اعوذ بالله، والله بجد بجد. برافو برافو، اطحني الرز، اطحني. لا طب انت هتنام، انا هشتغل ازاي؟ طيب خلاص. الرز الطحن هتحطيه مع باقي المكونات بتاعتك كده كده كده. واكتر حاجة هتعجبك في الحياة دي انك تستحمي بالخلطة دي بس. وهاتي اي شاور جل، اي شاور جل بس، وحطي فوق الخلطة دي الشاور جل بتاعك. ناو قلبيهم مع بعضياتهم علشان يندمجوا جدا قوي خالص. وهتحطي عليهم نقطتين من الجريسلين. بيعيش بره التلاجة في الحمام في الحر كده. انت اخدتي مني خلطة حلوة جبار. عايزة تبقى الخلطة بتاعتك غنية اكتر، هتديها ملعقة من الارز المسلوق علشان بشرتك تبقى ناعمة. الشامبو شاور جل هيحفظ الرز. ملعقتين من الارز المسلوق بحليب جوز الهند في السر. يس فاكرين كده؟ انت عملتي ارقى واحسن من اي برطمان هتشتريه جاهز. ليه؟ لان الرز المسلوق بحليب جوز الهند هيخليلك بشرتك ناعمه جدا. نقطه الجريسلين هتطري البشره. الحاجات اللي بتعملي بيها سكراب، ملح، رز، روزماري، جبارات. خلطة شاور جل هتحبيها وتكرريها وترجعيلي وتشوفيني وتعمليها. تقدري تعمليها بملح البحر الميت الخشن اهو، تاني للناس لسه داخلة ما تعرفش، والروزماري في العشر ريحته تبقى حلوة، بحب ريحته قوي. لو انتي فعلا بجد عايزة وصفاية صح، اعملي الوصفاية تحية. ليه؟ لانك بمنتهى البساطة هتعملي سكراب من الشامبو لجسمك كله، لوشك، لرقبتك، لرجليك، لوركاتك، لركبك هتبيض. خلطة هتحبيها، ريحتها تحفة، ريحة الملح الخشن تحفة، هتزيل من عندك الحسد والنظرة الوحشة،
هتزيل من عندك اي حاجة انت خطيتي عليها بالغلط. انا مش بآمن بالحاجات دي، بس الملح انا بحطه في الاركان عندي ان شاء الله فتفوتة، بحصن كل ركن في شقتي بعد ما انضف البيت كده بنقطتين ملح خشن، تك تك تك، بتبقى البيت ريحته طاقة حلوة. وارجعي فضيها بعد لما تقلبيها جوه البرطمان او الازازة بتاعتك اللي هي بتاعت الشامبو الاصلية. Here we go. كده انت عملتي حاجة من شوية شاور جل، ممكن يكون رخيص، مش لازم الماركة دي، يعني احنا المتاح عندنا بنعيش بيه. هو اتملت، زادت، ربنا بارك فيها وزادت. كده الازازة مليانة اهي، احط بقى شوية مية على ايدي كده. I like it. واو. كده انت عندك بودي سكراب، فيس سكراب، فيس ريموفينج ميك اب، ازالة الجلد الميت من الركب ومن الكعان. بصي اهو، وما اقولكيش على نتيجة على جسمك، مش هتحتاجي تشتري لا سبراي مش عارف ايه ولا ايه، هتفضلي تحضني في نفسك، تبوسي في نفسك، تحبي في نفسك. خلطة فعلا حلوة، والحمد لله ان الخلطة دي موجودة في دماغي. يسرقون